Tuesday only enables the Republicans in their quest to elect Donald Trump again. Your vote makes a difference in November, not this Tuesday. وصل صدى هذا التسجيل إلى البيت الأبيض، فالصوت المتهم بحض الناخبين على عدم التصويت في نيو هامشير بدا جلياً أنه قد يعود إلى جو بايدن، ولكن كان النفي أسرع من انتشار تلك المكالمة. It's a robocall for upcoming election 2024, obviously. So I just want to be careful in that comment. But that call was indeed fake and not recorded by the president. I can confirm that. السحر انقلب من بايدن إلى الذكاء الاصطناعي المتهم الثاني بفبركتها. صحيفة واشنطن بوست عنونت أن هذه التكنولوجيا تجعل الحقيقة قاب قوسين أو أدنى من تصديقها في الانتخابات المقبلة. وعلى حد وصف مسؤولين، أصبحت هذه التقنيات بالنسبة للسياسيين كبش فداء، أي أنهم قد يخطئون ويلقون باللائمة فوراً على أنها مزيفة. ببساطة يختارون الموقف الذي يناسبهم ويسيرون على أساسه. قد تكون حقيقة فعلاً وربما تلاعبوا بها، فكلنا نعلم أن صور ترامب مثلاً حينما قيل قبض عليه أو حتى إنه في السجن لا تمت للواقع بصلة، ومن باب السخرية شارك إحداها على تروث سوشال. يبتسم المستخدمون على تلك الترهات، ولكنها أخطر من ذلك بكثير. فقبل أيام استحوذ هذا الموضوع بحد ذاته على مؤتمر دافوس، يوقنون بأنه سلاح ذو حدين على أن يتحكم الناس فيه لا العكس. Artificial intelligence is a blessing or a curse depends on us. وبناء عليه أطلق القادة تحالفا لحوكمة الذكاء الاصطناعي لدعم إيجابياته وكذلك لكبح جماحه السلبية. والسبب بحسب خبراء بسيط رغم تعقيده، فسهولة الاستخدام تجعل الجميع قادرين على بث ادعاءات لن يستطيع دحضها سوى مختصين بتفكيك تلك الخوارزميات. إليكم مثلا ما شاركه الإعلامي الشهير جيمي كيميل، إن كنتم ستصدقون المقطع أم لا. I'm not sure what to make of that either. After much consideration, I would like to apologize to you, my fellow Americans, for my actions, crimes, and lies. And there were many. And now my favorite show, Jimmy Kimmel Live. إسراء الصغير العربية.